رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وليح احجرنا كتابك روضة الأنوار سيرد النبي صلى الله عليه وسلم ولي حاموس صعبة أمس أن كجه من غزولي إلى بيلانك أحزاب وحام النبس ودن بيوها خطط إلى الطلاق لتنسيطي اللي سكشري إن قطان لبسو داري المسلمين تمرك الله وترترا مرت إله المرك لابد من يغطفان إلى منك يقرأيها إلى منك يقرأيشاب أحابيش إلى وح الله لا يقي اليتيم يا هل زمن يا هل ساعة كلية وحي اسبوع ما بين أبرفت المدينة الشورى تشيغي يا وحفر الخندقي بفيس بريتانكي بفيسكي لقدها يي فكرتي سلمان أوكاني أيام الدعينا يا شورى وبلغ وحاسو قاري وبلغ وحاسو قاري خبر تجمعهم إسأروسي وقدر كيسة إيا وتحركهم تقبقاتي إلى المنذين أيسو جاري لمن في كافرين تامر على لمرك أي وأن كجارين إلى المنذين ويراران أيا خبر كمير يا يسو جاري فاستشار ولتشبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أسحاب تنسى أيولط شضي فأشار سلمان الفارسي سلمان الفارسي منك اللي رهدا يحوء إشارة رضي الله عنه بحفر الخندق بفيس القضاء بفيس قدتان كيسى أيقو إشارة فاستحسنوه ويناجستين فكرت في أن إليتها أي مركاء أركان واتفقوا عليه وما اسكو وافقين قوان اي مكة كجارين إن جامد المدينة بفيس لغو سمية مر الفارسي ومن دقال مدتر كسو جري كفرنا مكة إلها رسولك صلى الله عليه وسلم شور سمين جري صحابة الوكالات شنجري وح الله لا وحا وحي لغو سيد جني انت كذب سلمان ايا فرط اغفيقي أولي أبي ورسولك الله مركي سامو كلمة وددين بفيس عن قضانا بفيس أيان مركا قضانا بيري نبي يسحاب بينا وي وما جستين قوانكا ووحفي عن بيئو أركان وإن اسكو وفقين وحيث الميل إن المدينة مجالة المدينة تحيط به أي كهري رسمي ووحاكو ركسنا ال تحيط به اللارات أي الحراب لمجهدة وهي الحجارة السود وابك حمد مدنو أيو بك حمد مدنو أي كورك سنة من الشرق من الشرق ما شبري حكتا من الشرق والغرب والجنوب معناها بري وحيث مال أن المدينة مجالة المدينة تحيط به أي هري رئيسي كهري ما اسمعين أل اللابات لابات أي الحراب بلو لجيدة وهي الحجارة السيء وضي حانت المدينة من الشرق إي والغرب إي والجنوب وعطنك شرق وبرحكتا غرب وقلب والجنوب يبنع وقوي لا تصلح ما أصلح
oo qofku uma soo rageli karin liduquul soo gelitaan alcasaaib inay ka soo galaan dhinaca sharqi iyo garbi iyo junuubba cadow kama soo geli jirin ilaa jihata shamaal dhinaca waqooyina ahana halka dhinac ee waqooyiba laga soo geli jiray فإن رسول الله رسولك أضيق وحريرسا ضيرة الغرب رضا يشيد منوبة وضي حمده أبنك غرب حكتا غرب حكتا وهو كاس نحو الميل انت قد حيسي ماشا إن لقبه أما ماشا صوعة مكان ماشا وحريرسا إنه مكان نقضه فوصل وحريري رسولك الحرتين لبدا حر لبدا يحمدوا انت ابحيسا بحفر خندق ضد لغطاب خندق قضيتين كيسا ماشا سو كشريري في هذا المكان مكان كأسرع مكان كالبس جراوي أفرا أي النبي أدور تيء كشريري لبدا حر انت ابحيسا بمان ee adiga uu ka soo geli karo in difiiska laga qodo wabada-a waa bilaabay haada alkhandaqa difiiska asaga ah fii jihati almaqribi jihada maqrib ee qorax u dhac oo min shamaali jabali salc waqooyiga jabalka lagu magacaabo jabalka salc ayuu ka bilaabay rasuulka sal alayh wasalam qoditaanka wabada-a وبلاضي هذا الخضع ينفس قدتك في جهة المغرب كبلاضي وشتى من شمال جبل السلع صلع جبل كاللغنة عابا وقوي جيسة ووصله وحوب جرسي إلى الشرق إلى لكن حانتا إبر جفيسك كويالة إلا موشس جرسي رسولك صلى الله عليه وسلم oo wuxuu yidhi godka qoditaankiisa ha laga bilaabo jihada maqrib ee shimaalka dhanka shamaal ee waqooyi jabal salc ka xigta ha la xiriiriyo qoraalku ha la gaarsiiyo ilaa shartiga waa dhanka qorax bax madax meeshata oo weliba dhulka xarade dhawax madowga ah alsharqiya ee bari xigta cinda utum shaykhayn dhufiska shaykhayn lagu magacaabo agtiisa markaa ah وقد وكل وحو اوكي شيء الى كل عشرة رجال تظن اوكستا ان يحفروا ان القضام اربعين ذراعا افرتا بدون ان شقد الا قيس لا يكفي عن بهاي تظن تظن بربي اصار النبي صلى الله عليه وسلم تظن من كستبا وحو اوكي شيء ايه امري ان القضو افرتا بدون afartan dhudhun inay markaa qodaan waqad wakala ilaa kulli casharati rijaal tobankii rag goosta dhammaantood wuxuu nebigu wakiil uga dhigay an yaxfuruu inay qodaan arbaciina diraacan afartan dhudhun washtaraka maca qayb galay saxaabadii iyo toban tobankaa micigooda rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam washtaraka wuu la wadaagay macahu micigooda wuu kala qayb galay rasuulkii alle fii xafri lkhandaqi godka qoditaankiisa intuu yabbaa koorad qaatay uu kursi ku fadhiistay madihi shaqeeya idinka asagana meesha ma fadhiisanin balse rasuulka sala allahu calayhi wasalam ishtiraad buu la sameeyey wuu kala qayb galo wuu ka qayb qaatay micigooda fii xafri lkhandaqi godka qoditaankiisa iyo lanaqli turaabi rabitaanka ciidda carada baabgureynteeda iyo ciidda rabitaankeedii qaaditaankeeda intaba rasuulku wuu ka qayb galay wakaanu waxay ahaayeen yartajizuuna kuwa irtijaaza way geeraarayeen saxaabadi fayujiibu nebigana waa u jawaabaayay wayar marna asagaarayo fayujiibuuna ayaa jawaabaayay waxaa loona jeedaa waasaan horay u soo marnay shaqada markii jirto howlna la qabto orahyaa jirta dadka xanaaliyaasha ah ay markaa isdhaadhaafsadaan labada maagee dabarka tumaayo midna gasha markii kor u qaado idinka ma soo gaarin baa laga yaabaayo tan intay ku dhufatay wax dhahaysaa tana iihi eeduhu jirtay
يبدأ يري رب وشفى بيسان أمنا أو شمشين إيه وحيا بكال إيه وحيا بها أصم إيه كش إيه مهي وركبادر كاللغوط إنه لبقر بيط أما الله ما بداتون جفتي لبه إيه وكا أسر مدام وحلالة هاي مزيكال ويعبها تمسان وحيا بها ما عاسوك لي حيكا متها وحيا بها اللي سكت عاسسي هو شكت كيلي شكا بيبا مركا قفك أريني كاسر حوالي حتى وقرأتون مولا لغا شكا بيبا قوة البلائي مركا فردرة تكتبه مركا تاسا قفك الله لكن رسولك يفحاب النسو مر الله الله مركا أرهد بهايا وحي به جدا وح خير وح شرق هم وح ينكسن فيري هذا ويرتجزون وكانوا أهايا وصحابتي يرتجزون كو جرى رئيس كده فيجيب نبي جنة جواب هاي ويرتجز مرنا أسجى توب هاي فيجيبون أيضنا الجواب هاي اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة من هاي إلهي ونو أملش آخرهم نجلتي فاغفر للأنصار والمهاب أيضنا الحيدة هاي نحن الذين دايا أم محمد على الإسلام ما بقينا أبدا وحامه كومي نبي محمد كلم دايا أبا إسلام منه رياضة قرقود على الجهات ما بقينا أبدا إن الله لم تنبقين تدنو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أبو كسوليه إله ما يرقى ملاش آخرهم نجلتو أي أنصار إني هاجين إدن بباب أي المحيلين أما محمد كل نبي محمد كل مجال أبا إسلام منه إن الله لم تنبقين تدنو ساسا مرحبا شيء لقوة رأي مرمى أصدقى ارتجاز رأي أيها جواب أيها مرنا أيها ارتجاب أيها رسولك جواب أيها صلى الله عليه وسلم وقد كابدوا ويكد التوضين مركة وقد كابدوا ويكد التوضين وإني التوضين بحقيقة أفما أحفره انت قدك لقد أيها أنواع النوعية ويكد التوضين ومن المشقة مشقين مربباتوا النوعية أيها إسقود الصمي ولا سيما وحن أنسي جرنبا شدة البرد قبو جبرنا قبو بات مئات ودرنبا ما لم تسعدي اي قدكو قدائي باهي باهي أبك نوين جرتي شدة درن نوين جرتي جو أبك نوين جري سادرت قبو غا اي باهي دا مدى أنسي جرنبا بباتوين فربضان با سومرتي بباتوين كان سومري وما لنتا اي كد التوضين هبا اغسي بطنا ظانا باهدي اي قبروكي فرها بطنا وقد كابدو ويد التوضين افما احفره انتي قدك قدامين انواع النعيو او من المشقة مشقوين كي كمتها ولا سيما اولا نبسي جرنبا شدة البرد قبروك درنانتيسا اي وشدة الجوء باهدة درنانتيدا وكانا وحو أها يؤتى من للي ماد لهم أيضا الله كانوا بملء كف كف بوحيسة من كف مجي أو من الشعير شعير ما لقو سنين هاي ولقو سنعي بسن صدق دا لقو سنعي أما حير سوكرسو ويركون أقويا شيء فيأكلوا له ويستغنائيين إلا يحكى لما لها هل كف أو شعير أبا إنت الله سوسميه وحل لبسو إحكريناي فنسمع أدب دثم دثم إحربا لبسو سميناي حرطا سو يفوح منها أي كسو أريسو أريح أرب وحكسو كرا يكسو بحاي أربا فيأكلونه أيضنا ويؤناي ويراشنك للمعي سنين وهو أصغو يصعب إبوكيهي مروره إن المرء على الحلق بنت إلى مكة كرلة وأن عيني كريم أو أغاسو أرايا خفكم عيني كرو سادرت صحابه هوشانا يا كجيرا دينت على من بدأيا أنت كان لما حيستو سادرت ويسك عنايين فيأكلونه ويعنايين وهو يصعب أصدقوا إبكيهي مروره مريتين كيسة إني مرسيان على الحلق بنت وشكوا وحي الشاكتين إلى رسول الله رسولك حقي صلى الله عليه وسلم الجوع طاهر الشاكتين وأروه وحي تصيين على بطونهم على ذهوده حجرا حجرا بقح بقح كانوا أي أهيين قد ربطوه كومكا كحرين
baahida markay ka badata intay dhagax soo qaateen laba dhagax dhagax caloosha intay geliyeen bay ku rabtayeen waa ku shireen say baahid markaa uga khafiifto yibay rasuushakow ilaa rasuullah say u sheegteen aljuuca baahi wa aan qadrow kuwa markaa ku xiray fa araahum waa uu tusiyey asagana cadaababnihii calooshiisiibuu tusiyey oo xajaray laba dhagax ku xiran halhal baa ku xiran koob ka nebiga laba dhagax baa ku xiran waxaad arkaysaa inuu ka baahi badan yahay waqad waqacad waxaa dhacday afmaa alxafr qelitaankii intii lagu guda jiray bacdu alaayaad aayada qayb ka mid ah waxyaabo mucjizooyin ah ayaa dhacay ra'aa uu arkay jaabir jaabir ninka lagu magacaabo shiddata aljuuci baahida daran oo fii rasuulillaahi rasuulka alla ku sugan sala allahu calayhi wasalam falam yasbir way adkaysan waayey tiisa kama fikirine tii midiguu ka fakaray marka waa u adkaysan waayey fadabaxa wilkan waxar nigu asaga uu lahaa waxar boodgal ah ama guri joog ah oo asaga uu lahaabuu qalay wataxanad wixii shiiday imra'atahu naagtiisana saacan saa iyo koombo oo min shaciirin shaciir markaa ah koombo qadhigi ah bay shiiday uma ka bacdi daca wuxuu u yeeray rasuul allaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam siran si qarsoodi ah ayuu ugu wacay nabigoo fii nafarin koox ku dhex jira oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah intuu u tegay buu dhegta ugu sheegay wuu soo baxa wax yar oo waxaan samaynay waxar yaroo guri joog ah iyo koombo koombada mutaqaanaa weliba shishiida ah oo shaciir ah taasna markaa waa la shiidaye tacaal anta waa nafar reeyadaha qaarkood adi iyo nin ama laba nin intaa hadday ka bataan cuntadu way yaraanaysaa soo bax buu yidhi wallaahi sala allahu calayhi wasalam bijamiici ahli lkhandaq buu la istaagay intii khandaqa iyo dhufiska qodaysay oo dhan wahum alfun waa kun qofood ay markaa ahaayeen fa akaluu way cuneen washabicuu way dhargeen wamaa zaalat ma ka zuulin alburmatu dherigii taqdu inuu markaa weli karaayo hilibkii waxartii yariista ahayd but bay leedahay weli way badbadaysaa walcajiin cajiinkiina yuhbisu la muufaynayo weli waa koombadii yareed ee shaciirta ahayd wadahabad way la tagtay ukhtu nucmaan bin bashiir bixafnatin sacab oo min tamrin timir ah ayay la soo qaaday liabiihi oo min tamrin oo liabiihi aabihi iyo wakhaalihi abtigii u sugnaa timir nooca fabadadahu wuxuu ku firdhiyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam sacabkii timirta ahaa fawqa fawlin mara korkeeda wadaca wuxuu u yeeray ahla alkhandaqi nimankii godka qodaayey oo dhan oo kub ah fa akaluu way cuneen warajacuu wayna ka gadoomeen watamru timirtii oo yasqudu uqubanaysa min atraafi thawbi mada darafkeeda weli way daadaadanaysaa waxbaa dhacdhacaaya mayna dhammeeyeen kunkoodii way dargeen weli waxbaa ku haray meeshii waa sacabkii gabadha intay soo qaaday timirta ahayd intuu go ku firdhiyo nebiga wadaca ahla alkhandaqi ahlu khandaq buu u wacay asxaabtiisuu ka fakaraya bedel maa maanta wax allaalla wixii dadka loogu tala galay ayagoo ay lexsadaan wax allaalla wixii loogu tala gaguraan oy dadku dargaan ayaa iska bilaaba dadka maanta jooga qayb ka mid ah sidaa darteed waad u jeeddaa nebiga laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana wixii asaga xataa hadduu dhaho aan bilaaba ay fasax usinayaan yuu ayagu markaa ku bilaabaya weliba qisadu way soo gaagaabisaye markay wada dhargeen qofkii ugu dambeeyee cunay yuu rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalam wadaca ahli alkhandaq fa akaluu way cuneen warajacuu way ka gadoomeenoo sideedii way uga tageen watamru yasqudu timirtun ay ququbanaysay daadaadanayso min atraafi thawbi marada darafkeeda wacaradat waxaa u soo banbaxay lijaabirin jaabir iyo asxaabihi asxaabtiisa tobantoon buu rasuulku u xil saaray in godka loo qabo tobankii jaabir uu la socday waxaa ku soo baxay afnaa alxafr intay godka qodaayeen
kudiyadaran mar allah la markii gawaankii ay suulin waayeen bay nabiga u sheegeen fanazala rasuulullaahi rasuulka ku degay wadarabaha wuxuu ku dhuftay gawaankii bilnicwal garweynti garweyntii dhulka lagu qodayuu ku dhuftay facaadad wixii noqotay kafiiban bacaad ahli yala qub maaya ay rablan waaye shub maayo oo ay tamaasag aan ishaysanin bacaad saas oo qub maaya yuu markaa noqday waa carodo waxaa u soo danbaxay libaraa'i wa asxaabihi iyo tobankii nin waaye faqaaca waxaa usoo baxay ayagana sidoo kale waa caraba libaraa'i wa asxaabihi sakhratun dheh dhagax baa usoo baxay fanazala rasuulullaahi baa ku degay godkii wa qaala wuxuu yihi bismillaah thumma kabacdi darabo wuu ku dhuftay darbatan dhufasho bilmicwali garweynta faqaaca wuu gooyey qidcata minhaa dawqun iftiin baa ka soo baxay faqaala wuxuu yihi allaahu akbar ilaahay baa weyn ucuqdiinta waxaa la isiiyey mafaatiixa shaam shaam furayaalkeeda wa inii anigu la anduru waxaan eegayaa oon arkayaa oon degayaa ilaa qusuuriha suqowladaheedii iyo sarirteedii alxumraay gadgadiidnaa assaacata haddeertaan waan u jeedaa fannaka bacda daraba waa dhuftay haddana athaaniyata mar labaad wabashara wuxuu ugu bishaareeyey ama uu ku bishaaraystay bifatxi faaris faaris furitaankeeda thumma athaalitha mar saddexaad buu ku dhuftay wabashara bilfatxi lyamani ayay bishaaro ugu noqotay wuxuu ugu bishaareeyey ruum ee yaman in la furanayo wanqatacat asakhra dhagaxii ama buurtiina way go'go wa aqbalat qurayshun quraysh baa soo qaabishay oo timid iyo waman tabicahum intii soo raacday fii arbacati aalaafin afar kun oo ciidan ayagoo ah wamacahum waxaa micigooda ah thalaathu mi'ati faras saddex boqol oo faras wa alfu baciirin kurati bira'sihi waxaana hogaaminaya madax u ahaa abuu sufyaan ninka lagu magacaabo wayaxmilu waxaa qaaday oo waday liwaa'uhum calankooda cismaan ibnu talxa ibnu abi talxa ninka lagu magacaabana calankoodii markaa waday alcabdari alcabdari lagu magacaabo fanazaluu waxay soo degeen bimajtamaci lasiyaadi daadka meeshuu isugu kulmo meesha lagu magacaabo oo min rawmati bayna alxurfi iyo wazagaada macnaha waxa waaye wado noqonaysa oo uls isku xirta juruf meesha lagu magacaabo iyo zagaada daadka meesha isaga ah ayaa marka isugu yimaado ay markaa kusoo kulmeen wa aqbalat gadfaan gadfaan baa soo qaabishay iyo man tabicahum intii la socotay oo fii sittati aalaafin lix kun ah fanazalu ayaguna waxay soo degeen bidanbi naqmaa meesha lagu magacaabo macnaha weli waayo meesho ilaa jaanibi uxud uxudilciisa markaa ku yaala waa waadide fanazaluu waxay soo degeen bidanbi naqmaa dembiga iyo waadiga lagu magacaabo naqma oo ilaa jaanibi uxud wuxuu dhinaciisa ku yaala wa kaana quduumu haada aljeysh ciidankaasoo gelitaankiisa alcaramrama ee xoogga badan wuxuu ahaa ilaa aswaabi almadiina magaalada madiina geesaheeda iyo aswaarteeda soo degay balaa wuxuu ahaa imtixaan shadiidan oo markaa daran bala iyo imtixaan shadiid ah buu ahaa wa mukhiifan cabsigelin buu ahaa jiddan oo aad u daran adda muslimiinta maalintaa imtixaan ay u mareen kamaa qaala allahu tacaala sida ilaahay uu yidhiba id jaa'uukum yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu nicmat allaahi calaykum id jaa'atkum junuud sida ilaahay tilmaamay aydusay usii socotay id jaa'uukum wakhti ay idinkaga yimaameen min fawqikum korkiina wa min asfala minkum iyo hoostiina wa in zaagat alabsaaru wakhti indhihii ay iisheen waxay soo gaartay alxanaajira kalxamaha cabsi daraaddeed wa tadunnuuna waxaad u malayseen billaahi ilaahay adunuuna maloogi
oo muslimiintana mala fiican bay ilaahay u maleeyeen, munaafiqiintana mala xun bay markaa u maleeyeen. watadannuuna billaahi dhunuuna, hunaalika goobtaas ubtiliya almu'minuuna, mu'miniintii waa la imtixaamay. wazulziluu, waa la rogrogay oo waa la ruxruxay. zilzaalan, ruxruxitaan shadiidan ee markaa daran. فقط الله إله وصغي المؤمنين مؤمنين تا كما قال سوي يريد. ولما رأى المؤمنون مؤمنين تمركي أركين الأحزاب حسبيالك قالوا وحي بهم هذا متكني ما وعدنا الله ووحي إلهي ما يبوهي ورسوله رسول كيسدا وصدق الله إيه كيسا ونور شاقين وما زادهم ومزيادين إلا إيمانا رمين ما هنا إلا وتسليما وجنس مد إلا إسبيب بان كاسوا بانك المؤمنين إله واصغي. أما المنافقين لكن المنافقين إيا والذين كبي في قلوبهم قلوبهم مرض جرد أي أهاتي قالوا وحي بهم ما يعدم الله إله نوميبوهم إيه والرسول له الرسول كيسبا إلا غرورا كذا إيه قياما معانا إلهي إيه الرسول كيسبا وين قياما وين صيرين ساسي مركا بهين حتى قبل أي كمير أي بهين محمد وحوما طلع القاضية قيصر إيه فارس إيه إلا القبصان دعما ما أنت مسؤول لآبي كرمو وأبتنا أن دقائق كرم أن مسؤول حتى أبي كريم مكاسي والله إذا كنت بشارينا شارينا يا فارس يا عمي إذا كنت بشارينا محام الله بشاري يابا ما أنت أبسد برادي مصلحة أن أبي كريم يسيلي ساسي مركا بهن ما وعدم الله إلهي مميبوهن إن رسول كيسر إلا غرورا واستخلفا وفوقها في رسول الله رسولك أن على المدينة مجالة المدينة ابن أم مكتوم منك الله ومدعابه وويكين دولها الكسر بكتي عبس وتولى أن جاءه الأعمى من كسر مجالة قطافي وجعل النساء هو انت يموحوا يا للنبي يا والذرارية المئيبة في الآطام وفي سيالك بو إحجلي في أبي وأوصل إبوكات عرفت إيها وينك ثم كبعد خرج الحلص وضحي النبي في 3000 ستح كم من المسلمين مسلمين تكمت فجعلوا وشيرهم تبردل إلى جبل السلع بورت المدينة كتالا إلى جبل السلع اللي يرهدو وتحصنوا به كاسي كفيس كبكتين والخندق كفيس كيلا قضي سلمان الفارسي وإشارينا بينهم مسلمين تأي وبين الكفار أي أدهيي ما شاء إنه جبتو وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.